وصلنا لفقرة حقق حلمك، وإحنا مستمرين في تحقيق الأحلام. يا رب كل مرة بدأ يقول يا رب نقدر نحقق الأحلام، يا رب وفر لنا السبل عشان نقدر نحقق لفلان الفلاني اللي بعت لنا واللي عنده أمل فينا إن إحنا نقدر نكون عنده حسن ظن. والله عايز أقول لكم ربنا بيكرمنا، يعني الكرم من عند ربنا سبحانه وتعالى، فالحمد لله على كل شيء. والنهاردة جات لي رسالة من الحج صابر. مين الحج صابر وحكايته ايه الحج صابر؟ تعالوا معي نروح الحج صابر. جات لي رسالة في حق حلمك من صابر عبد العال. بيحكي في الرسالة انه ساكن في مساكن الزلزال في المقطم، كان شغال نجار، كان ميسور الحل لحد ما جاله الغضروف في ظهره، من وقتها مش بيقدر يشتغل، بقاله 7 سنين تعبان وقاعد في شقة ايجار، عنده اولاد في مراحل التعليم ونفسه ان هو يعني يقول نقف جنبه. الحقيقة صابر ظروفه صعبة وعنده 3 اولاد، كاتب لي في الجواب شيماء واحمد عنده 17 سنة وسامي عندها 12 سنة. احنا وصلنا لعنوان المهم وهنشوف هو فين الاستاذ صابر عبد العليم. عبد العال عبد العليم، انت تعرف الاستاذ صابر عبد العال عبد العليم فين؟ تاني واحد انت دول التاني هنا؟ اهو. طيب شكرا جزيلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ صابر عبد العليم. حضرتك انا عمرو الليثي. انا ازاي حضرتك يا فندم؟ انا ازعجتك. انا بعت لحضرتك رساله والله مش مصدق. الرساله جت حضرتك نورتني والله. اتفضل يا مش مصدق والله. اتفضل يا فندم. انا تحت امرك. والله انا كنت اساسا انا كنت شغال نجار مسلح واشتغلت حداد، وجاني موضوع الغضروف دوت حضرتك. يعني الدنيا كانت حلوه، كنت شغال تمام يعني وبكافح، معايا 4 اولاد في مراحل التعليم وصرفت عليهم ووصلتهم يعني الاحسن حاجه. مين ومين ومين اعمارهم ايه؟ 12 سنه و7. شيماء واحمد وساميه؟ ومحمد. ومحمد. والحمد لله يعني وصلتهم يعني الاحسن علام، وجالي بقى موضوع الغضروف ده حضرتك والدنيا باظت معايا خالص، فمش قادر بصراحه يعني، وبعت لحضرتك يعني مش مصدق ان حضرتك جيت يعني كده. لا لا الله نورتني. متجوز؟ متجوز. متجوز. طب دخلك الشهر كام؟ حاليا دلوقتي يعني انا ارزوق على باب الله يعني بعد الوضوط ده مش عارف ان انا اشتغل زي الاول. دكاتره دلوقتي ايه بقى؟ كان ليا عمليه ومش عايز اعملها حضرتك. ليه؟ يعني خايف بقى، ناس كتير قوي يعني حذروني منها. قالوا لي يعني لا قدر الله بتقلب بشلل وكده يعني. وانت شغال نجار كان يطلع لك حصاله كام في الشهر تقريبا؟ يعني كان حوالي 2500 3000. دلوقتي بعد ما وقفت بقى بتصرف فين؟ اشتغلت في المسلح برضك، حداد مسلح حضرتك، كان برضك حوالي 2000 جنيه دلوقتي بقى يعني ممكن في الشهر 800 700. طب عايش بيهم ازاي دول؟ ربنا بيرزقنا بقى وربنا بيسترها الحمد لله يعني. تعمل ايه يعني؟ اي حاجه بعملها يعني ما بقولش لا. نقدر نساعدك في ايه؟ كنت عايز حضرتك طالب يعني مشروع بقاله كده بس. مشروع بقاله؟ ده ممكن يحل لك المشكله؟ ان شاء الله باذن الله يعني ربنا يحلها وهيحل معايا مشكله. طيب تقوم معايا مشوار كده؟ الاولاد بقى بمدارس ايه؟ اعمار 12 سنه صغيره و 18 سنة و 21 سنة واخر حاجة 23 سنة. ما شاء الله. 4. بيشتغلوا؟ لا إيه؟ مراحل تعليم مفيش الا الكبيرة بس. سنة كام وسنة كام؟ في ابتدائي وثانوي. احنا جايبين لك هدية بسيطة. ربنا يخليك. ده محل بقالة. تصدق والله حضرتك. حلمك. ان شاء الله والبضاعة كلها موجودة. تمام. تقدم معاها من واحد من الناس وصناع الخير كمية صناع الخير. أيوة. وان شاء الله تبقى بيها بقى ايه بداية مشروع جميل كده. ربنا يدر عليك بالربح الحلال. ربنا يخليك وتقدر منه بقى ايه تستكفي كفي ولادك ومراتك باذن الله. ان شاء الله ربنا يخليك. من فضلك تستلم البضاعة بتاعتك. يلا اتفضل.
ممكن ننزل البضاعة بعد إذنكم. يلا بعد إذنكم. يلا ان شاء الله يجيب لنا كل الاصناف ربنا يكرمك وكل حاجه ومنظفات وسمنه وسكر وكل حاجه تبيعها ان شاء الله. ربنا يخليك يا دكتور ليا وان شاء الله تمسك بيها دفاتر كده ان شاء الله. تؤمرنا باي شيء؟ ربنا يخليك يا دكتور. ربنا يخليك بضاعتك. الحمد لله ربنا قدرنا وقدرنا نفتح له محل بقاله وان شاء الله يكون فتح الخير عليه بعد مرضه. وده شيء صعب ان الانسان يكون بيشتغل عامل ويشتغل نجار ومره واحده يفقد مهنته لان هو مهنته قايمه عليه فيعمل ايه؟ فالحمد لله ان هو يلاقي بقى الامور يعني صعبه مش عارف يصرف على اولاده مش عارف يصرف على بيته قاعد في البيت. فالحمد لله ربنا قدرنا وقدرنا نفتح له محل بقاله وان شاء الله ربنا قدرنا وندخل دايما اي سرور لقلوبكم وجودكم. بس ابعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك واحد من الناس على قناه انه هنحقق حلمك ربنا قدرنا وجودكم نعمل كل ما يتمناه ان شاء الله. اشكركم.